خيط معاكم هاد الكسوة اللي فصلتها هنايا. راه عندي هنايا المنتصف ديال الكسوة المطراسية، فجبت هذا راه فصلتهم، فنسيت ما فصلتهمش معاكم، وانما راهم باينين هنايا. كندير واحد الشريط فيه الطول ديال هاد السدايف اللي غندير هنايا، وكنزيد عليهم واحد 3 سنتيم ولا 4 على حساب هنايا. من التحت عندي هنايا في العرض ديالهم 6 سنتيم، وكنولي نطويهم على جوج. هي عندي هنايا في العرض ديالها 3 سنتيم صافي. كنلصق الجهه وحده، كنلصق لها الفيزلين وجهه ما كنديرلهاش باش ما كيجيش غليظ. مي كدار واحد على واحد ما كيجيش غليظ. هنا عندي جوج كما كتشوفوا، واحد غيلصق من هاد الجهه وواحد غيلصق من هاد الجهه. هنايا غادي نقلب هاد البلاصه هادي هكا، غادي نخيط سنتيم من هنا باش نولي نقلبها عاود. هنا غنجيو غنقلبو هنا مزيان، نخرج هاد القنيت هذا مزيان، غنجي باش غنحطو هنايا. غنخلي بعيد هنايا واحد السنتيم، هاد السنتيم هذا هو اللي غنخليوه باش نلصقوه مع الكول اللي غندير هنايا. نحطو على هاد الشكل هذا، غنجيب الجهة التانية تا هي وغندير لها نفس الطريقة اللي درت لهذا. هنايا راه صوبتهم بجوج، غادي نخلي فيها هاد البندا هادي، غادي نخلي فيها جوج سنتيم، وسنتيم هذا غادي نخيطو، غيبقى لي فيها هي جوج. غنعلمها هنايا، من الاحسن ديرو مسطره وتسطرو هنايا، تاخدو خط من هنا حتى لهنا باش تمشيو عليه في الخياطه. ونفس الطريقه غندير في هذا حتى هو، غندير فيه سنتيم بحال هذا وغنمشي كنعلم. هنا كما شفتو راه ثبتو من البانكات، درت هنايا جوج سنتيم في هاد الباندا كما قلت لكم جوج سنتيم، وهنا بين هادي بين هاد الباندا وبين هاد الباندا ستبقى لنا جوج سنتيم، باش مي غادي نقلبو هاد الباندا هادي غتجينا على القياس اللي خلينا هنايا. دابا غادي نهبطو بالخياطة من هنايا، وانا علمت هنا في غنحبس هنا ونرتق الخيط، ونولي نبدا من هنايا قبالتها يكونو متقابلين الخياطات ميكونوش متفاوتين، نبدا عاود من هنايا ونطلع حتى لهنايا حتى لهاد البلاصة هادي. كما شفتو هنايا الخياطه راه خصهم يجيوني متقابلين. هنايا غادي ندير داك المثلث هكايا، وغادي نقطع لهنا نجي للخياطه هنا، وغادي نجي للتالي ديال الخياطه هنا، ما نقيش الخياطه نحاول نضرب على التالي. هنا كنقادو هاد البليصه هادي، كنديرو البانكات هنا، شدوهم بالبانكات نقادو هاد، نحاولو نقادو هنايا صافي. ونقلب هنايا نبقى شاده، ونجي نخيط هاد المثلث اللي عندي هنايا، نخيطو من هنايا. كما شفتو كيجي على هاد الشكل هذا،
هنا هاد الجبادة ديالي راه صاوبتو هنايا، هنا لصقتو كتشدي بالبانكات هنايا وهنا صافي، ودوزي كطوي سنتيم. انا نوريكم في هذا. وبالنسبه لهاد البليات هادو كل وحده وحده كنخلي بيناتهم 6 سنتيم من الراس ديال هاد البليه هادي، الراس ديال هادي 6 سنتيم، وكندير علامه هنايا، عاود ندير 6 سنتيم ندير علامه صافي، وكنشد هنايا كنسرحها بحال كنخليها هي تعطيني الطوع فين غتمشي. هادي كديريها بحال اللي غاده هكايا، وهادي بحال اللي غاده هنايا للمنتصف، ما كتخرجش للراس وانما كتخرج لهنا للجنب، وهادي عاود كتخرج هكايا لهاد الجنيه كما شفتوا معايا. هما هادو البليات، وهنايا الخياطه ديالهم راني درتيهم 6 سنتيم، درت فيهم 6 سنتيم هنايا المسافه ديال الخياطه اللي خيطت. كتخرجي هنا زيرو وترتقي مزيان باش ما تحش الخياطه، ضيقي الغرزه، وهنا كتشدي سنتيم من هاد الجهه وسنتيم من هاد الجهه، هي جوج سنتيم اللي خلينا في كنا كنفصلو، راه خلينا جوج سنتيم. هنايا غادي نديرو لهم صديفات في الوسط. دابا ندوز نقادو نحطو معاكم على التوب. هنايا راه كنحط هكايا على الطريقه هادي كما شفتو، هادي هي الفتحه ديالنا مي غنحشيو يدينا، هي هادي كنجيو لهنايا كنحطو هادي متقاده هنايا مع هاد مع الجنب ديال الكسوه على هاد الشكل، نشد بالبانكات ديالي. صافي من هاد الجهه هادي راه كنطوي سنتيم، هنايا راني طراسيت معاكم ملي كنت كنفصل طراسيت 17، هنايا راه هبطت اكثر من 17، درت بحال لي 20. علاش؟ باش ما يجينيش الحزام هنايا مزاحم مع هاد مع الجيب، ولا يجيني الخياطه على الجيب ديال الحزام. صافي دابا هنا غنبدا الخياطه ديالي من هنايا وندور معاه كامل مع الجيب. نطوي من هاد الجهه هادي سنتيم عاود، ندوز بالخياطه صافي، وغادي نغرس ليبره في القنت وندور الجيب ديالي. صافي من هنا عاود نطوي سنتيم من هاد الجهه هذا، هذا هو الجيب ديالنا كما شفتوا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي كندوز له الخياطه حتى من هنايا باش نشدو. صافي هادو هما الجيب ديالي بجوج هنا، خصني يجيوني متقابلين هنايا، هذا الجيب هذا مع الجيب الاخر يجوني متقابلين صافي. وهنا في النص ديالهم غادي يدوز لي الحزام. هنا غادي نعلم معاكم في غندير الحزام، حيت خصني نطراسيه باش ندوز عليه الخياطه باش ما يجينيش عوج من نخيطو. هنا طول الحزام 38، ها هي فين جايه، كنعبر من اعلى الكتف، يا هذا هو الكتف ديالي كنعبر منه، راني وريتكم ملي كنت كنفصل منين كنعبرو هنا غير باش نطراسي انا معاكم وصافي. غادي نجي لهنا الجن وغادي نعلم هنا 12 سنتيم،
صافي. هذه غادي نطراسي مع هذه ديال الظهر، غادي نديرو على هذه الجهه هذه وغنضرب عليه باش يتطراسا لي فيه باش يجيني نفس العبار. هذا هو الظهر ديالي، راني الكتاف لاقيتهم، غادي نلاقيه مع هذا هكا. هذا هو التركيز، غادي نجيب هذا الجنب هذا باش نطراسي هذا الطراساج هذا اللي هنايا يخرج لي حتى في الظهر. هنا صافي راه طراسيت هذا الظهر، حتى هو تطرا طبعته في هذاك اللي الطبعه اللي درت في الامام، طبعتها هنا في الظهر، راه مطبوعين بجوج، مشتو هذا الامام وهذا الظهر. هادو نخيط الحزام، نخيطو حتى نلاقي الجناب ونلاقي الكمام، مونطيها كامله عاد نخيط داك الحزام ديالي. انا بغيت نطراسيه دابا باش يجيني ساهل قبل ما نخيطها مع الجناب. هنا غادي نخيط بعدا الكميمات ديالي، ندير علامة هنا في النص. هاد العلامة اللي عندي هنايا راه هي اللي كنديرها من جهة الأمام. صافي غادي ندير هاد الكرانة اللي درت هنا، غنديرها هنايا في المنتصف. هنا راه كنبقى هاد التركيز، كنبقى نخدم ونجر هاد الكم هذا ديالي نقادو. صافي هذا هو الكم ديالي، غادي نلصق الكم الاخر وندوز نمونطيها بالسورجي. نخيط الكول ديالي، كول شوميز باش نلصقو في الكسوة. نجيب هكايا الكول ديالي، غادي نبدا الخياطة من هنا. شت سنتيم ديال الخياطة ندور معاه. نحيد هاد القنيتات هادو، غادي نقص منهم باش نقلبو. ندير له هنا كرانات باش يتقلب لي مزيان، ما تكاسيش الخياطه باش ما نقطعوهاش. هنا نحاول ندفعو بشي حاجه باش يخرج لي. هنا الا بقى ما خارجش مزيان نجيب شي ابره ونخرجو هكايا. صافي هادو هما القنيتات ديالنا، خرجناهم على هذا الشكل. هذا هنايا غندوز العبار الصباط. هنا نحاول نحل هاد الخياطه من هنايا. هاد الكرانة اللي عندي هنا في المنتصف غنلصقها مع الكرانة اللي عندي في الوسط ديال الخلف هنايا، وغندير لهم بانكا. صافي مي غندوز عليهم هنا بالخياطه، وعاد ديك الساعه ندوز ندير لهم السورجي. ندوزو بالسورجي.
صافي هنا غندوز ندير لهم السورجي، ندوز له السورجي، ندوز سل هادو اللي هنايا خلي خيط اللي غيكون فيه هاد المرض ديال الصدايف، هنايا غادي ندوز له تاهما السورجي. هنا غندوز الصباط باش نطيح هاد الخياطة هادي اللي عندي، ندوز لها هنايا الصباط. هنا راه دايره معاكم انا طريقه واحده اخرى باش يجيكم هاد البلاصه هادي فينيا، كتجي بحال هنا بحال هنا، الا بغيتو ديروها راه كاينه حاطه شوميزات بزاف بداك الطريقه وحاطه هاد الطريقه هادي، اللي عجباتو شي حاجه يديرها، اللي جاتو هادي سهله يدير هادي، بغا يدير الاخرى يدير الاخرى. ما شفتو هنا فين غيكونو الصديفات ديالنا، هذا الكول ديالي. هنايا غادي نحط التبطين ديال الحزام من الداخل، هاد الشريط هذا راه دوزتلو السورجي كما كتشوفو هنايا، غنحطو هنايا. هذا هو المنتصف، هنا فيه غيكون عندنا الصدايف، غادي نجيو هنايا غنحطو هنايا، ميكونوش ملاصقين، غيكون بيناتهم واحد 4 سنتيم هكا على هاد الشكل هذا. غنبداها بالخياطة من هنا وندورها على الظهر ونولي نرجع لهنايا، بالتا هنا نحبس. انا غنحطها دابا هنا فين علمت، هذا هو الطراساج اللي طراسيت قبيله، غادي نمشي عليه هنا بالخياطه. هنايا راه وصلت لهنايا للتالي، هنا بقات لي هاد 4 سنتيم اللي خليت معاكم قبيله، هذا اللي زايد غادي نحيدو. دابا غادي نخيط من الجهه التحتانيه عاود المره الثانيه، غنخيط من هنايا، دابا خيطتو من هنا نخيط من هنا. هنا راه دوزت له الخياطه كما شفتوا من جوج جهات، بقى لي هنايا في الوسط هاد 2 سنتيم، هنا في غندوز السيور من الداخل، غنديروا هذاك العوينات هنا، عوينه هنا وعوينه هنا بحال العوينات ديال الصدايف، كتصابوها غير بالابره والخيط وتخرجوا منها هنايا، كتدخلوهم بين هنايا بالفنته وتوليو تخرجوا من هاد الجهه هذه، كديروا جوج عوينات وحده هنا وحده هنا. هنا لاستيك غندير لها هاد لاستيك هذا في الكمام، لاستيك عريض. هنا قطعت هنايا القياس ديال الدور هاد اليد كما شفتو، غادي ندير هنايا ندخل 1 سنتيم ونخيط عليه هنا. هنا غادي نحط لاستيك كما شفتو،
وغادي نطوي عليه الثوب هكايا، تجي على الحرف ديال هنايا ديال السيك. صافي غادي نبدا الخياطه من هنا، نحشي الابره هنا وغادي نجبد هكايا، غادي نطوي هذه عاود هكا نجبد ونخيط. الا كان من الاحسن ديروا البانكات هنايا وعاد دوزوا تخيطوا باش يجيكم ساهل. هانتي هذا هو لاستيك ديالي، نولي نعاود لها الخياطه هنا. بغيتو تخليوه هكا تخليوه، انا غادي نعاود له خياطه هنا في الوسط. هذا هو الكم ديالنا، هنا غندير لوغلي من التحت، غادي نقلب هنايا 2 سنتيم وندير لوغلي.